إن شاء الله راح نتكلم عن درس متعمق شوي عن كيفية التعامل مع المسن. المسن يحتاج للحنان والرعاية والعطف مثل الصغير تماما، ويجب أن لا نبخل عليه بذلك. أيضا يجب عدم الاصطدام مع المسن في رأي معين، لأن موافقته وقتيا ومن ثم العودة مرة أو مرات أخرى لمحاولة إقناعه طبعا تأتي قالبا بما نرقبه من نتائج. أيضا المسن لا يحتمل الإلحاح عليه ومطالبته بالإسراع في أمر ما واستعجاله أيضا، ويجب أن نعطيه الوقت الكافي لإنجاز ما يريد عمله. أيضا يجب عدم مؤاخذة المسن يعني لبرودته أو عدم اكتراثه بأمر معين، لأن هذا يعني يعين فقط أنه يحتاج إلى وقت أطول للتفاعل مع الأحداث بشكل عام، ولا يقصد طبعا عدم المبالاة. أيضا يجب أن ندرك أن المسن يستمتع بالحديث عن الماضي السحيق لأنه يتذكر أكثر من الأحداث القريبة، ولأنه يشعر باستعراض تجاربه وخبراته، فعلينا أن لا نحرمه من ذلك، بل يعني نظهر له التفاعل والإعجاب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.